عقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الوزير جاسم محمد جعفر عن أسفه لنقل بطولة الخليج من البصرة إلى البحرين، مؤكدا أن القرار وراءه أبعادا سياسية. وستقوم الوزارة بتنظيم بطولة دولية يشارك فيها ناديا برشلونة وإسبانيول الإسبانيين بعد زيارة قام بها وفد الوزارة إلى نادي برشلونة. سنتوجه باتجاه الغرب، وأنا مطمئن من عمق رياضة العراق أوروبا كما تطورت تركيا وتطورت كثير من الدول سنتطور بهذا الاتجاه، وليس عمق رياضتنا رياضة الخليج. الوزير أعلن أن وفدا من نادي برشلونة سيأتي إلى بغداد بعد أيام لتوقيع اتفاقية تعاون تتضمن إقامة العديد من الورش والمنتديات لنشر الفكر الاحترافي في العراق بمشاركة العديد من نجوم الكرة والإدارة والإعلام. وفد من نادي برشلونة إلى بغداد سيكون إن شاء الله المفصل في إيجاد خطوات متعددة. نحن لا ندعي بأنه سيستقر نادي برشلونة في بغداد، نادي برشلونة بزيارتنا تبين بأنه مملكة بحد ذاتها، ولكن تفاعل رئيس النادي مع وضع العراق ومع دعم العراق أنا مطمئن أن يكون هناك خطوات أولية. الخطوة الأولية بأنه ستبنى مدرسة تحت إشرافهم وتحت سبونسر مالتهم كما نسميه. سنويا راح نرسل 20 من أبطال رياضة العراق في كرة القدم. إعلاميون وصحفيون رياضيون رحبوا بما قامت به الوزارة وتمنوا أن تطبق هذه الأمور فعلا على أرض الواقع. نحن فرحين ونشكر وزارة الشباب والرياضة على هذا المؤتمر اللي فتح لنا الآفاق وأعاد العلاقة بين وسائل الإعلام من أجل تسليط الضوء على مفاصل مهمة، لا سيما بالنسبة إلى نقل بطولة الخليج العربي التي نعتقد بأنها جاءت وفقا لقراءات غير رياضية أكثر من كونها مسألة تخص المسائل الفنية والمنشآتية لبطولة الخليج. إن خطة الوزارة بإنشاء مدارس رياضية متخصصة بمختلف الألعاب كان موقفا إيجابيا، والتحرك الأخير مع نادي برشلونة الإسباني واحد من أفضل أندية العالم. أحمد قاسم، الحرة، بغداد.